جمع الدية سيكون وفقا للضوابط الجديدة تحت غطاء مؤسسي من وزارة الشؤون وليس من الأفراد. هذا ما أكدت عليه الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية هناء الهاجري بأن الدية ستعامل ضمن منظومة المشاريع الخيرية وفقا للضوابط المتبعة مثلا في عملية جمع الأموال أو جمع أموال التبرعات، يعني نفس اللي راح يطبق على بالضبط للجميع. يعني شلون لما يجيني مشروع يقول لي أنا أبي أجمع، رح أطبق عليه نفس القوانين. ومن أهم الشروط والضوابط لجمع الدية بأن تكون جمعية خيرية هي المسؤولة عن جمع التبرعات وليست مبرة، ويكون الحساب مخصصا لجمع المبلغ ويغلق بعد انتهاء الدية مباشرة. أيضا تم منع إقامة الديات بالخيام أو بالتجمعات، طبعا نظرا لما يشوب ذلك من جمع نقدي، والاكتفاء بالجمع من خلال الوسائل الإلكترونية والكينت والأونلاين. سرح يكون الإعلانات من خلال فقط روابط الإلكترونية في مواقع التواصل. القوانين واللوائح التي وضعتها وزارة الشؤون ساهمت في تنظيم العمل الخيرية، مما أدى إلى زيادة إيرادات التبرعات الخيرية أضعافا مضاعفة خلال السنوات الأخيرة. مروى محرم، تلفزيون دولة الكويت.